دقائق تمر بسرعة على المرشح لتجبره على اتخاذ أساليب عدة في الحملة الانتخابية، تصل لدرجة إزاحة العلم العراقي من الساحات العامة لوضع الملصقات الدعائية بدلا منه، إضافة إلى تغيير أساليب الترويج، فلم تعد وجبات الطعام حاضرة في الدورة الحالية. إعلام عراقية اثنين هنا بمركز المدينة مال البصرة نزلوهم خلوا صورهم، والله هذول يسوون هسه اي صور بدال الاعلام العراقي اثنين اعرف يعني مكان محوله احترقت ودزوا ناس اللي حرقوها وراحوا جابوا لهم محوله. هذا اللي مرشح راح اشترى محوله وجابها نصبها مكان اللي احترقت وجمع المنطقه والاهل المخاوف من عدم تحقيق الوعود الانتخابية كما في الانتخابات الماضية جعلت الشباب البصري يلجأ لأساليب خاصة لسحب الأموال من المرشحين ومن فرقهم الترويجية. يريد يلم أصوات، يريد هاي نقول احنا ننتخبك وياك ونكمل، حصل فلوساتنا ونروح لغير واحد، تريدنا ننتخبك ننتخبك، ننتخبك فلوسه يكمل ما ينتخبك، هذا أفضل حل. هذا أفضل حل. يلا يعيشون. الحلفان طبعا حلال. هذا تحلف له حلال. يعني انت صح جاي تكذب علي بس تحلف له حلال اي يعني ما عليك ذنب هاي من عندنا ويا شباب اللي تشوفون اي حلفان على القران وعلى بالنسبه للمرشح حلال كله طبيعي حلال حلال مستمره هاي الوعود الكاذبه منذ فترات طويله يعني الوعود الكاذبه بان سوف نقوم بكذا وكذا وكذا الماضي لكن هذا كله استدراج واستقطاب الناخب صورهم تزج مع إعلانات المجمعات التجارية وفوق أعمدة الساحات المتهالكة وكذلك في ساحات ترابية قاحلة على أمل رؤيتها واختيارهم ثم فوزهم في معترك غير المسار الانتخابي لدوائر متعددة بدلا من الدائرة الواحدة كما في السابق. أيام الترويج الانتخابي بالنسبة للمرشحين يشهد تبادل الأدوار، الوعود الكاذبة حاليا تقطع من قبل الناخبين تجاه المرشحين، ومن يدري ربما يهمل المرشحون الوعود التي قطعوها خلال حملاتهم الانتخابية حال وصولهم للبرلمان. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.